حاجة لطيفة جدا برضو عجبتني عملتها وزارة الأوقاف، مشكورين بالمناسبة، وده برضو استمرارية للعمل غير المتوقف والذي لم يتوقف ولا أتمنى أن يتوقف أبدا. لا أتمنى، أقول لك ليه. في حاجات كده تقول إيه يا سلام لو تقف بقى، اللي هي إيه؟ إن إحنا نساعد الناس اللي على قد حالها. طب عايزة تقف ليه يا يوسف؟ عشان مش عايز حد يبقى على قد حاله تاني، بمنتهى البساطة يعني. أدي كل القصة، حلم بقى مش حلم، سميها زي ما تسميها. الأوقاف مشكورة يعني، بتعلن صرف 30 مليون جنيه لتجهيز 1000 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية. معانا على التليفون دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. أهلا 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 يا دكتور. أهلا بسعادتك أستاذ يوسف، وأهلا بالسادة المشاهدين. أولا خليني أشكرك، وربنا يا رب يكرمكم زي ما بتكرموا الناس. اللهم امين، ربنا يبارك في سعادتك. عايزين نعرف اكتر على مساله 30 مليون، ما شاء الله ما شاء الله، وكما يقول الفرنجه تاتش وود. 30 مليون، وانا عارف انه مشايخنا مش بتوع فرنجه والكلام ده، حبيبنا من باب المداعبه ليس الا. 30 مليون لتجهيز 1000 فتاه، عايز اعرف احنا بنعمل الحصر ازاي يا دكتور؟ عايز اعرف احنا بنوجه هذه الفلوس ازاي؟ وامتى باذن الله سبحانه وتعالى ننتهي من صرف ال 30 مليون ويجي قدهم باذن الله 1000 مره؟ طيب اولا خليني اشكر حضرتك على العرض اللي حضرتك عرضته، وعلى تسميه حضرتك لما يتم مبادره حياه كريمه. وخليني ابدا مع حضرتك على طول في اعتماد ال 30 مليون جنيه لتجهيز 1000 فتاه من الاسر الاولى بالرعايه. وخليني اطمن حضرتك على ان ده وزاره الاوقاف بتعمله بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. حلو. في اطار الدور الاجتماعي طبعا اللي بتقوم به وزاره الاوقاف ودورنا في خدمه المجتمع. باكد لحضرتك ان الموضوع بيتم بتوثيقه بالكامل. وقطع الخط، انا زعلان. طيب 30 مليون، احنا بنتكلم على 1000 عروسة بإذن ربنا سبحانه وتعالى، يعني كل عروسة نصيبها 30 ألف. إن كنت من الناس التي ترى أن 30 ألف مبلغ زايد، فأنا أقول لك بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك. يا معقولة أنت شايفهم أنه مبلغ قليل؟ ده معناها أن ربنا كرمك جدا ومراضيك جدا وفتح عليك جدا قوي خالص، علشان 30 ألف دي عند ناس كتير في بلدنا كبيرة جدا خالص. هنجهز بنت محتاجة زي ما نقول كده عندنا في البلاد في الأرياف، يقول لك عايزينها تتسطر، عايزين نسطر البنات، دايما يقول لك كده هنجوز الواد ونسطر البنات. فال 30 ألف دول هيسطروا البنت. ابن الحلال موجود، أهلا وسهلا. الفلوس بإذن الله بتوفرها وزارة الأوقاف، وزي ما قال لنا دكتور عبد الله بالتعاون مع تحيا مصر. وهنعود مرة أخرى أهو لدكتور عبد الله مرة ثانية، منورنا مرة ثانية يا دكتور، كمل يا فندم. كنت بطمن سيادتك ان تم الاعتماد لصرف المبلغ 30 مليون جنيه لتجهيز 1000 فتاه من الاسر الاولى بالرعايه، وزي ما اكدت لحضرتك ان ده بيتم بالتعاون ما بين وزاره الاوقاف وما بين صندوق تحيا مصر. لكن انا عايز الفت نظر حضرتك لحاجه، ان وزاره الاوقاف ما زالت مستمره في دورها في مجال البر وخدمه المجتمع. خليني بس اقول لسيادتك كم نقطه كده صغيرين. طبعا. في خلال العام 2022 احنا كان لينا سابقه تعاون مع وزاره التضامن ووزاره الزراعه في صرف 20 مليون جنيه دعما لمشروع توفير رؤوس ماشيه من الابقار المنتجه، وده كان لصغار المربين. وبالتعاون والتنسيق ما بين وزاره التضامن الاجتماعي وما بين وزاره الزراعه. طيب نقطه هنا، وفرنا كم راس لحد دلوقتي؟ خليني اقول لحضرتك ان التنسيق اللي تم ما بيننا وما بين وزاره التضامن ووزاره الزراعه، هيكون وزاره الزراعه هي يعني اكتر هتفيدنا اكتر درايه بالعدد. طب انا عندي سؤال، معلش، العدد واللي تم في التوزيع كمان. طيب سؤال بسيط يمكن والنبي يطلع عندك الاجابه دي هبقى مبسوط قوي. هي دي الرؤوس الجديده اللي هي اكثر انتاجا للالبان او اكثر انتاجا للحوم، ولا دي الرؤوس البلدي بتاعتنا اللي هي بنتكلم في 5 و7 كيلو في اليوم؟ احنا ممكن نجيب الرد الاكثر دقه من وزاره الزراعه نفسها. ماشي. اوكي. التنسيق اللي تم ما بيننا وما بين وزاره التضامن ووزاره الزراعه، ان وزاره التضامن
يكون عندها الكشوف المعتمده اللي بيتم من خلالها التعاون ما بيننا وما بينهم وما بين وزاره الزراعه اللي بتتولى بدورها ان هي تنتقي طبعا الرؤوس دي وتكون هي اكثر درايه بايه منها يكون اكثر انتاجا وايه منها بتكون بيدر لبن اكثر ايه منها بيكون سلاله منتجه اكثر وتكون نافعه اكثر. كان عندنا برضو خلال السنه دي في سنه 2022 مليون جنيه صرفناهم دعما لنقابه محافظ القران الكريم، ومن باب الدعم المهم جدا ان احنا عندنا في وزاره الاوقاف قرض حسن ده بيكون بدون فايده، احنا صرفنا فيه 31 مليون جنيه قرض حسن بدون فايده لعدد اكثر من 4240 موظف تابعين لوزاره الاوقاف ومن موظفين الجهاز الاداري للدوله. وكان عندنا برضه من الاجزاء المهمه واللي كان فيها توجيه مستمر بان هي تفضل مستمره طوال العام اللي هي توزيع لحوم الاضاحي ولحوم الاطعام على الاسر الاولى بالرعايه. احنا وزعنا اكثر من 1637 طن لحوم اضاحي ولحوم اطعام على الاسر الاولى بالرعايه بتكلفه يعني تقديريه تقدر ب 222 مليون و431 الف. عايز اقول لحضرتك ان اجمالي اللي تم صرفه في مجال البر وخدمه المجتمع في عهد سياده الرئيس يقدر بنحو 2 مليار و200 مليون جنيه. يعني منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الامور ورئاسه الجمهوريه وزاره الاوقاف انفقت في مجال البر وخدمه المجتمع ما يقرب من 2 مليار و200 مليون جنيه. ده الاوقاف بس. بس. والله حاجة خير وبركة. كمل يا فندم. هضيف لسيادتك برضو كمان جزء ان وزارة الأوقاف صرفت 20 مليون جنيه ساما في مساعدات التي وجهتها الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان. برضو كان عندنا مساهمة من وزارة الأوقاف مبلغ 10 مليون جنيه لمبادرة نور حياة. وكان عندنا برضو صرف 22 مليون لمستحقي الوقف. وكان عندنا كمان يا فندم 21 مليون جنيه صرفناهم لتوزيع 2000 طن سلع غذائيه على الاسر الاولى بالرعايه وده كان في خلال شهر رمضان. انا بس حبيت الفت الانتباه ان وزاره الاوقاف هي مش بس الدور متوقف عند ال 30 مليون الاخرين اللي احنا اعتمدناهم عشان تجهيز الفتيات الاولى بالرعايه ل 1000 فتاه، ولكن وزاره الاوقاف مستمره في دورها في مجال خدمه المجتمع ومستمرين بفضل الله عز وجل في دورنا في مجال البر وخدمه المجتمع في كل ما في الدوله المصريه ان شاء الله. ما هو برضه وزاره الاوقاف وزاره من الوزارات الغنيه يا دكتور. ايوه هي الضحكه دي اللي انا كنت مستنيها. على كل غنيه لخدمه المجتمع يبقى دي حاجه تسعدنا. وده المهم. اشكرك جدا يا دكتور عبد الله، نورتنا وشرفتنا جدا 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 دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزاره الاوقاف المصريه.